طيب كابتن علي، الـ 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 الانزلاق هو دي ترجمتها الانزلاق على الماء مش كده برضو، اللي هي الووتر سكي. ووتر سكي بالظبط. الانزلاق على الماء، نسبه وحجم التواجد للرياضه دي في مصر قد ايه، سواء بشكل احترافي او برضو يعني بحكم متابعتك اكيد حتى الناس الغير محترفه، يعني هل الرياضه دي منتشره في مصر ولا مش قوي؟ هي منتشره مش منتشره، منتشره بصفه يعني تحت مظله الاتحاد، فاحنا الفريق فريقنا المنتخب القومي يعني هي ليها اتحاد مستقل ولا تحت مظله؟ لا هو نفس الاتحاد، نفس هو الاتحاد الشراع والانزلاق على الماء، هو الشراع فهو بكل المراكب الشراعيه اللي بتمشي بالهواء، والانزلاق على الماء اللي هي بتتشد هي السكي اللي بتتجر بالظبط اللي هو اللي زي السكي او الانزلاق على الماء. احنا منتخبنا الوطني الحمد لله بنحققين مراكز ممتازه دوليا واقليميا، وهي ليها سيستم في التدريب يعني. بالنسبه اللي هي البرايفت فموجود موجود ناس كتير عندها اللانشات بصفه هوايه يعني كهوايه. بس هي يعني بيتهيألي ان هي ممكن تبقى مياله اكتر لكونها رياضه المجتمع المخملي مش كده برضو، لان مش كل الناس عندها القدره الماليه ان يكون عندها لانش او حتى يكون عندها يعني اكسس لحد عنده لانش، يعني مش رياضه دارجه قوي مش كده برضو؟ مظبوط. ما يعني يعني هي فعلا في نطاق ده، في نطاق اللي هو يعني مش اي حد يبقى عنده اللانش او مش اي حد يقدر طبعا يمارس الرياضه دي، لان هي برضو لحد ما مكلفه. طب اللي ما عندوش وحابب يعمل ايه؟ يجي لنا الاتحاد يعني بيشرفنا في الاتحاد. فيحصل ايه بقى لما يجي لكم؟ يعني ايه الخطوات اللي ممكن تتعمل مع حد جالكم الاتحاد وحسيته ان الشخص ده واعد؟ طبعا لازم يكون يجيد السباحه ده اول حاجه، ونعمل له اختبارات وبيبان بقى، بيبان هو يعني واعد او مش واعد، في القدرات الماديه او مش ما فيش قدرات ماديه، بنقدر نتعامل مع الموقف.